اول حاجه هنعملها بسم الله من الزبده، هننزل كده بمعلقه زبده كده محترمه، ان هي دي اصل الماده الدهنيه معانا النهارده اهي. ماشي كده. في الحله اللي هعمل فيها العدس وفي الطاسه الناحيه التانيه هحط شويه زبده علشان اعمل الطشه بتاعت، لا الزبده دي كتير قوي، نشيل شويه الطشه بتاعت الشعريه. حلو الكلام، تمام التمام. نهدي كده النار شويه على الزبده بس. يبقى كده هتشتغلي على طول على طول في الخطوتين مع بعض، بنعمل العدس وبنعمل كمان الطشه بتاعته. قبل ما الزبده عندي تسيح وتتلسع، بصوا هي في المرحله دي كده هنزل بالبصله تاخد وتدي مع الزبده بالشكل ده اهو، شايفين ازاي؟ مش هستنى للاخر، مش هستنى لما الزبده تتلسع مني، او ممكن نزود شويه زيت. يبقى دي كده اول خطوه معانا واول تشويحه معانا للبصل مع الزبده، ونحط شويه زيت كده بسم الله، شويه زيت صغيرين هنا وشويه زيت لطشه الشعريه كمان هنا اهو. حلو الكلام. نجيب ربع كوبايه الشعريه نحطها كده تاخد بقى لون حلو على ما احنا نعمل العدس بتاعنا، عشان بس ايه انتوا عارفين الوقت بيبقى معايا صعب شويتين كده. يعني نقلب الشعريه وسايبه البصله هنا بتتشوح، وهنسيب بقى الشعريه دلوقتي تاخد لون حلو كده مع الزبده والزيت. ادي البصله اهي وهي بتتشوح. خلي بالكم من حاجه، فكره تشويح الخضار مع الزبده في الاول بيدي شمخه حلوه قوي للعدس بتاعنا زي ما هنشوف مع بعض. هنزل بقى بالجزر كمان يتشوح مع البصله. حطينا زبده وزيت ونزلنا بالبصله متقطعه بالشكل ده، شوحناها شويه، وبعدين نزلت بالجزر، وبعد كده هننزل بالبطاطس كله متقطع مكعبات كده عشان يتفرم معانا بسهوله، وبرده التشويحه الحلوه بتاعتك. وانا بشوح هنا هدي تقليبه للشعريه، شايفين ازاي؟ كله كده في نفس الوقت اهو. الشعريه كمان هتبتدي تاخد وتدي اهي، بس يا ستي كده هتبتدي على طول تاخد لون اهي زي العسل. والتشويح بتاع الخضار اهو، خليكي كده في المطبخ كده، كل حاجة بنشتغل فيها بسرعة وكل حاجة بنعملها بسرعة، ما تاخدش وقت معانا خالص. هننزل كمان بفلفل رومي، وزي ما قلتلك عايزة العدس مشطشط حطي كمان قرن فلفل حني مع الهريسة اللي هنحطها. شوفوا كده شوحت كده كل الخضار على بعضه، اثبت. هناخد بقى معلقة هريسة، انا لسه منزلتش بالطماطم ولا كمان بالثوم. ادي معلقة الهريسة، عايزه احورها كويس قوي مع الخضار. شموا الروايح بقى. بصي كده يا سمر، تحسي كده وانتي باصه كده انتي حاسه بالروايح. خدي كمان التوم يا ستي، يلا هاتلنا التوم كمان معاه، وهاتلنا يا ستي كمان مكعبين المرقه، اظن كده مش حرماكي من حاجه اهو. نقلب الشعريه، ابتدت تاخد لون ما شاء الله. بس كده الشعريه كده انا هشيلها من على النار وهسيبها تكمل اللون الحلو بتاعها في السخونيه بتاعت الزبده والزيت اهي كده زي الفل. هنركنها دلوقتي لغايه ما تيجي الخطوه بتاعتها، هي عموما الخطوه قربت يعني، بس هنركنها شويه كده عشان ما تتحرقش مننا. بصوا بقى كده ايه اللي حصل هنا، مكعب المرقه والثوم والهريسه مع الخضار كله كله اتشوح ما شاء الله. ايه الروايح دي؟ دلوقتي بقى خلاص كله اتشوح، بص الصوت عالي زي ما فيش اي سوائل في الحله. انزلي بالطماطم خليها بس ايه تدبل سيكه كده. انا عايزاكم النهارده كلكم يا جماعه ان شاء الله باذن الله تجربوا العدس بالطريقه دي، وهتدعوا لي على طعمه وعلى القيمه الغذائيه العاليه جدا جدا. يلا تشويحه حلوه، الله الله. هننزل بالتوابل بتاعتنا كمان مع الخضار، كمون، والكمون حبيب العدس،
شويه بابريكا مش كتير عشان لونه ما يحمرش مننا، وملح وفلفل اسود. وانا كده كده عندي مكعبين مرقه هيتبلوا الدنيا وهيقوموا بالواجب اكتر واكتر ان شاء الله. ادي الملح كمان، بس مش هنزود الملح عشان المرقه اللي احنا حاطينها. ده كده زي الفل، كده الدنيا 10 على 10 ما شاء الله. تشويحه بقى حلوه كده، الخضار كله مع التوابل الجميله دي. بصوا شايفين المنظر ده قبل ما العدس ينزل. خلي نزول العدس مع الخضار هو اخر حاجه زي ما هنعمل حالا. يلا بينا. طبعا العدس مغسول كويس قوي ومتصفي، طبعا بيقفش في بعضه لما بيتغسل وبيقعد شويه كده. متخيلين الطعم النهارده هيبقى مختلف تماما عن العدس اللي احنا بنعمله، طعم الخضار والقيمه الغذائيه بتاعته اللي ضايفه لي قيمه غذائيه للعدس. نزود بقى ميه سخنه، ويا ريت يا ريت فعلا تكون ميه سخنه. بصوا اول ما هيغلي شموا الروايح بقى، حاجه كده عسل وسكر. نقلب تقليبه حلوه. بسم الله اهو. بصوا الخضار عامل ازاي. بس يا ستي اول ما يغلي اول غلوه وطي عليه النار خالص زي النار بتاعه الرز كده بالظبط. عايزين بس نجيب حاجه نمسك بيها الحله السخنه ونشيلها. مفيش حاجه يا ولاد اهي. شكرا. ايوه ايوه يا فندم شفتها، اني اسف. دي بقى كده يا جماعه هنركنها على نار هاديه تاخد وتدي كده مع نفسها. واهم حاجه عندي مش هضرب العدس ده ولا هاجي ناحيته غير لما الخضار والعدس يتهروا تماما مع بعض. انا عايزه العدس والخضار يعملوا لي حاجه كده زي مهلبيه خرطت، كل حاجه خرطت، الخضار خرط واستوى واتهرى جوه العدس، وبعد كده اقول له تمام شكرا تعالى بقى نضربك سواء بالهاند بلندر او في الخلاط. ده معانا وده معانا، وده ينفع وده ينفع. تعالوا نشوف بقى الشكل هيبقى عامل ازاي، ونعمل طشه الشعريه كمان بالمره. بسم الله. نشغل عين البوتاجاز تاني، كنا طافيينها نشغلها تاني. تعالوا نشوف المنظر. بسم الله. بصوا بعد ما اتضرب بقى ناعم خالص ازاي وعامل ازاي. نوطي عليه بقى النار خالص ونعمل له طشه الشعريه دي، مهمه جدا اهو. تقليبه كده حلوه. بصوا بقى المنظر، ولا بقى باين خضار ولا اي حاجه اهو، زي العسل وهو المطلوب.